بننسى حكاياتنا وبتختلف لهجاتنا، ما بتخلص حكاياتنا وبتختلف لهجاتنا، بس الوجع نفس الوجع ما بيختلف جواتنا، بس الوجع نفس الوجع ما بيختلف جواتنا، ما بتخلص حكاياتنا ما بتخلص حكاياتنا. Of the day, they will stop to start again. Same stories of the day, they will stop to start again. The sun goes down, then comes the rain. The sun goes down, then comes the rain. Our stories will never end. Our stories will never end. آه ما في دا وطن ما بدل حروف الزمن، بدل حروف الزمن. آه الوجع، آه الشجن، آه الوجع، آه الشجن، ما بتختلف آهاتنا ما بتخلص حكاياتنا، ما بتخلص حكاياتنا. سهلين مش كافي من الجرايد زي العادة، اخبار تقطع النفس، فش خبر بيصير الله وكيلك. اقول له كده ما بسمع بيقول لك حكي جرايد، بيساوم الحبة قبضة.
يعني واحد يتسلى على ما يوصل. أخ ما هو سوري ما؟ فلسطيني سوري. يا أبو السبعة العام. داعي محدين سالم، أنا من حلب بس صلي ساكن شي 12 سنة بباريس. أهلا وسهلا، تشرفنا. مصبوح بغيت. أهلا وسهلا. صلي 25 سنة. أوف. ليش لخيي إيش عامل؟ مش عامل إشي. بس كل ما خطط لزيارة الشام بيطلع لي شغل بيخرب المخطط. صار لك 25 سنة ما شفت أهلها؟ أنا ما عدليش حدا بالشام. أبوي وأمي ماتوا قبل ما أسافر. وإخواني وإخوالي وعمامي مسافرين. إشي بأمريكا وإشي بأوروبا. ضايل لي خال واحد بتونس. لك الله يصلحك ويهديك. نقيت أشوب وقت بالسنة لحتى تنزل فيها على سوريا. بتعرف قديش درجة حرارة بتكون هلا بحلب؟ بتكون فوق ال 44. الله يصلحك ويهديك. بارك كثير بسوريا؟ اسبوع. جاي عشان شغل. بعد كل هالغيبة وبارك اسبوع ما بتلحق تقول مرحبا. شو بدنا نسوي؟ هيك الشغل. ليش؟ ايش بتشتغل بلا صغرة؟ مهندس الكترون. جاي عشان مؤتمر مهندسين العرب. فيسيليتاسيون. والله شغلتكم بتقصدها بفرنسا. هذاك الشهر ركبونا بالمكتب شبكة. شغل ساعتين اخذوا 450 يورو فرض طاقة على كم سلك. انا لو الشغلة علي بتوقف ما لنا مضطرين كنت بدي اجيب واحد من حلب شغله اقوس ارخص وانظف. اذا عندك مكتب بباريس بابا بتشرف بزيارتك. نحن بشغلنا لازم نلحق تقنيات العصر. لك خيو لك يعني التجارة ما بترحم. بس بدك تطلعينا ها ابو النصر. وين ايش عم تحكي؟ شوارع مفتحة، سور، انفاق، بنايات طويلة، كبيرة، حارات بحالة انشالة، الله وكيلك ما عادت موجودة على الخريطة. ليش انت اين سنة سافرت؟ 81. 81؟ يا لطيف، ايه مرة تعرفها؟ يا سيدي احسن. الواحد بيشوف شغلة جديدة. ان شاء الله تلاقيها جديدة. انا مصيبتي اني متذكر حارات وشوارع وهاوي وسينمايات. بس مش عم يركبوا مع بعض. يعني براسي متذكر السبع بحرات. متذكر الحجاز. بس مش متذكر الشوارع اللي كانت بيناتها. فايت بعضها لك. يلا. ولهلا اول ما بوصل هاي الاشياء بتتصلح لحالي. جبت هدول الكتب عشان الواحد يعرف وين يروح وين يجي. لا انت سايح على المظبوط. يعني مش حابب احس حالي غريب. كيف ما كان ولدت بالشام وعشت 21 سنة هناك. يعني الواحد بيستغل الوقت قد ما بيقدر. انت سايح ولا مغترب؟ والله شكلي ولا واحد بيناتهم. أنا ما بسافر كثير. يعني بروح مرتين بالسنة على حلب. بس بموت رعبة من ركبة الطيارة. لا تشوفني مطمن ومسترخي هيك جنبك. من جوا عم برجف قصب. ما بتسلى إلا بهالمناظر. شوف الغيم. يا أصلا وين خرج تشوف هيك مناظر غير بالطيارة؟ أنا وقت بيجي محلي جنب الشباك بنسى. بس راح بالملكوت. فكرة بتاخذني وفكرة بتجيبني. مثل ما عم بصير فيك هلا. عم تقعد جنب الشباك؟ لك لا خيو لا. صار لك 25 سنة غايب. تفرج خيو تفرج على الطريق تفرج. بس دير بالك لا تسعى كثير لأنه كل اللي بتنوي عليه ما بيتحقق منه شيء. الدنيا بس من الطيارة صغيرة وسهلة. استنى لتنزل على الأرض. معك حق. أنا أول ما قالوا لي على المؤتمر كتبت شو بدي أسوي وشو بدي أشوف بالشام. بس هلا عم بفكر إني بقدر أسوي شغلات أكثر من اللي كتبتها. شفت؟ ما نفعت معك بركة الشباك. أخي هلا إذا بدك الشباك. ايش بك خيو ايش بك عم نمزح معك ما بتحمل غلوة؟ والله عم بفكر إنه إذا زاد معي وقت أروح أزور حلب. رايح عليها مرة واحدة بحياتي. مرة واحدة بس؟ ايش شايف مثل يلكا؟
طيب عظام رافتك، إذا زاد معك وقت وطلعت فيها حلب تتصل فيني، لا تضيع الرقم. والله حبيتك من كل قلبي، وإذا ما شفتك بحلب أكيد بدي أزورك بباريس إن شاء الله. أكيد. طيب خيو، فرصة سعيدة وبتمنى لك سفرة طيبة. فرصة سعيدة. الله معك. الحمد لله على السلامة مرة ثانية. خير استاذ، عم بيجعك شيء؟ شكله اكل الطياره مش ظابط. اذا مضطر تقضي حاجه استاذ، في مطعم على الطريق بوقف لك. لا مش زحمان، عم بيغزني غزي يا زلمه، مش عم يكن معي مالوكس اجنبي استاذ، مصل لك حبه ان شاء الله ينفع. انا احيانا بيشد علي بطني وقبل ما تدوب الحبه بتمي بكون راح الوجع. مش شايف المطاعم اللي حكيت عنها؟ فيش شيء؟ لا استاذ، هن مو صايرين على الطريق، هن صايرين لجوا شوي. هي إشارة مطعم بعد 500 متر، بتحب لفلا؟ لا بس بعرف انه هون في ضياع وبساتين. لساتهم محلهم بس بنوا المطاعم جنبهم. ظاهر صار لك زمان ما اجيت على الشام، ما هيك استاذ؟ شكلها بدها دكتور. بتعرف دكتور تاخذنا عليه؟ بعرف استاذ، بس اليوم جمعة وبيكونوا مسكرين، إذا بدك باخذك على شي مشفى. مستشفى؟ لا بدهاش مستشفى يا زلمة. الله يخليك، دلني على المهاجرين. سكننا هناك 10 سنين ومش عارف اندل. بعيدة كتير، مو من هون. طب باريس؟ باريس بعيدة؟ أنا ساكن بالباستيل. يعطيك العافية. هلا هلا. أنت من المنطقة؟ حافظها زي ما نحافظ هالخواريف. يا أخي إذا بتدلني على المهاجرين بكون فضلت على راسي. المهاجرين؟ أو على الباستيل اللي أقرب. بدي أوصل على بيتي مهدم حيلي. الباستيل. شوف تحط إيفل بظهرك. برج إيفل؟ إيه، مربط خيلنا. الفرسان اللي مرقوا فكوا خيولهم من هناك. شايف البرج؟ استاذ نصوح، صح صح استاذ نصوح. الحمد لله على السلامة. منالك سعيد وكل شيء تمام، ما تخاف، سعيد رح يدير باله عليك. سعيد، شايفه لسعيد؟ هذا سعيد. كيفك هلا؟ بعد 3 ساعات من هلا بتشربوا مي، بس يسحق اكيد رح ترجع تعطيه ابره المهندس. انا بخلص ساعه 12 بالليل. من بعد سنين دولو مي
مي استاذ نصوح، اسمه بالعربي مي. صح صح، نحن هون بالشام. الواحد اخر اشي بهالعمر بيخطر على باله هو الزايدة. اسمها على كسمها. زايدة فيش لها فايدة. شكلي جبتك من سهرة مش هيك؟ بصير ادخن؟ مو انا معك؟ لا تخاف. بهيك معلش. قبل ما اجي باسبوع شفت نفس الحلم ثلاث مرات. قال يا ستي بكون عم بتمشى بالشام وبتذكر اني لازم اشتري هدايا وصير بستعجل عشان الحق الطياره. بشتري 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 بس بحس حالي ما اشتريت اشي. مش هون الضربه. الضربه لما بلف بدخله عم بلاقي حالي بباريس وبنص باريس واني ارجع الاقي الدخله اللي اجيت منها. لا تتعب. اي وكيف بيخلص؟ بيخلصش، بضل عم بدور لأفي. ويا ربي شو بيخوز هالحلم. كنت أفيه بعده منكد نكد بس تو الاقي الدخله هديك بنت الكلب. طيب انت متذكر باي شارع بالشام بتكون؟ شي جنب محطه الحجاز او عند البريد. وين صار هلا؟ هوني. فين؟ شايف هديك البناية العالية البيضة، هديك المرجي وعلى اليمين الحجاز. هلأ إذا تركناك لحالك بنص الشام بتعرف تروح وتجي ولا رح تضيع؟ بعد بسأل. لما بتروح تتمشى بالحجاز والبريد دور على الدخلة اللي بتودي على باريس، وإذا لقيتها دلني عليها. أنا لازم أرجع أسأل ملكي بلحق أخذ. يا دكتورة، هذا التراجع بسبب العمل الجراحي. العملية الجراحية الصحيحة الزائدة ما بتعمل هالمضاعفات. دكتور أنا هي مو أول عملية بعملها. الجراحة كانت ناجحة 100% والمريض سجل تحسن بحالته. وتدهورت الحالة بعد 24 ساعة، شو بتسمي هاد؟ طيب وين بتعتقد غلطة الدكتور؟ هلا منشوف، هلا منشوف. لازم نعمل تحليل دقيق للزائدة المستأصلة. كم مرة صدفة بحياتك إنك ضيعت إشي وكنت محتاجه كثير لما ضيعته؟ وبعدين يمرق وقت وتحدش محتاج هذا الاشي. عم بتلاقي بوجهك. صار معك هيك اشي؟ انا رجل حذر ما بترك شي للصدفة. هيك بعلمك الطب انك دائما تعمل احتياطات عشان ما تضيع. بس احيانا بتصدف رغم كل الاحتياطات بتصير وبتضيع. يا الحالة شو بيطلع بايدنا؟ ولا إشي. أنا بس عم بسألك إذا صارت معاك. يعني ما بيخلى الأمر. من إيش؟ من صدفة. جل من لا يخطئ يا أستاذ نصوح. كنا نيجي على عين الفيشة من زمان. ليش حلوة هالصدفة؟ أي صدفة؟ من قاعدين بعين الفيجة. في صدف حلوة وفي صدف بشعة. بعمرك فكرت بصدفة ملهاش معنى ولا طعمة؟ زي الزايدة يعني. Thank you.
بس لو أعرف إحنا فين بالشام عالضبط كان الواحد قدر يفهم وين الله حاطه. بظنها سليمة، فيش إشي بيخوف. لو كنت رح أموت كان لازم أشوف حياتي كلها عم تنعاد. بيقولوا إن الواحد لما بده يموت بيشوف كل حياته من لما كان صغير. أنا مش هيك، أنا حاسس وكل شيء إشي عم يوجعني، حاسس على الدنيا. ولكم صاحي صاحي، إيش عم تسوي؟ طيب إذا بدي أروح من المهاجرين على المطار، تخيل تعال نتذكر. طيب بنزين نزلت المهاجرين على الطلياني. طب بعد الطلياني إيش كان فيه؟ اللي هو بوصل بعدين عن جودة الهاشمي. ايوه بعدين المرجة. لكن في اشي بين المرجة وجودة الهاشمي، جنينة قهوة. ايوه قهوة الكمال. بعدين بطلع من عند الحميدية على باب الصغير، بزور ابوي وامي، بزورهم بقرا الفاتحة على الماشي، بس مش متذكر وين قبورهم. طب وبعد باب الصغير؟ ايه ما عاد في اشي بعد باب الصغير. يا سلام، يا ريت نضل هيك طول العمر. رد رد. شو رد؟ الو فيقتك؟ لا تعرفيني ما بنام بكير. عن جد؟ ايه ما انا ما بنام كتير، يعني 4-5 ساعات بتكفيني. في شي هلا؟ بدي اسألك، انتي شفتي سهيل امتى طلع من السهرة؟ لا كل فكرة طلعت سوا. لا انا رجعت مع نوال وعلاء، دورت عليه ما لقيته. يعني انتي ما انتبهتي امتى طلع؟ انا اساسا كل السهرة ما كنت منتبهة على شي، كنت قاعدة جنبي وحدة أجنبية صرعتني كأن نرويجية ما بعرف. المهم عادت تحكي لي عن الحرب، ما منا فايدة وما قلنا غير السلام. قال أنه ما لازم نسكت عن الرجل، عن حقوقنا، يعني نحن كنساء عرب. وكل شو بدك بهالحكي كان سهرة ظريفة. سهيل بيكون فتح حديث مع شي حدا وما حب يقطعه.
أنا توقعت إنه يكون سبقني على البيت. هو بيعرف إنه نوال وعلاء ما رح يتركوني. بيكون رامز أخدوا على القهوة وهلأ بيكون على الطريق راجع على البيت. لا تخافي. لا، رامز طلع لحاله وأنا شفته. إيه، معناها على الطريق. طبعاً بده يرجع. ليلى وين بده يروح؟ أنا أكيد ما فيقتك. لك هلا شو بكي؟ قلت لك ما بنام على بكير. ندى، ندى أنا ما عم بقدر أتخيل لوين راح. لك أنا محلك بحط راسي وبنام. رجال يعني شو بدي يصير عليه؟ بعرف، أنا هيك لازم أعمل. وكل مرة بقول لحالي إنه أنا هيك لازم أعمل لما بيتأخر. بس أنا ما بقدر أخفى قبل ما يجي. لازم أسمع صوت تعساته على الدرج، وبعرف إنه هذا هو من صوت تعساته. وبقول لحالي إنه هلأ بده يحط المفتاح بيقفل الباب، بيضوي ضو الصالون وبيتركه شعر، بعدين بيفوت على الغرفة شوي شوي وبيضوي اللمبة دير. طبعاً أنا بعمل حالي نايمة لأني بخاف يعصب إذا سألته وين كان، لأنه أنا ما بصير أتدخل فيه. الرجال كلهم هيك. لا، هو بالأول ما كان هيك. بالأول كان يرجع من الشغل يحكي لي كل شي صار معه، ويحكي لي بالتفاصيل شو صار بينه وبين رامز. بس بعدين بطل. بطل لما صار في وحدة تانية يحكي لها. هلا، أنت مثل عادتك عم بتبالغي عم تخترعي قصص مشان تعصبي حالك. يعني بتعرفي شو مشكلتك؟ أنا مشكلتي إني ما عادت أثق فيه. ما قصدي هيك. والمصيبة إنه الكل بيعرفوا، بحسهم عم يتغامزوا عليني. إنه يا حرام، هي ما أنا حاسة على شيء، بس أنا بعرف. مشكلتك مو بس خيالك واسع. عم تخترعي إنه سهيل بيعرف وحدة والكل بيعرفوا وعم يتغامزوا عليك. وأنت كمان بتعرفي. بس لأنك رفيقتي ما عندك الجرأة تقولي لي. مع إنه أنت أكثر حدا لازم يواجهني بشجاعة وما يشفق علي. والله ما عم اشفق عليكي، بس شو بدك يعني قول؟ اخترع لك قصة مثلا؟ أنا برأيي خلينا نأجل الموضوع لبكرة بتكوني هديتي. أنا هادية. لو كنتي هادية ما كنتي حكيتي معي. إيه يمكن. هلا أنا بالفترة الأخيرة كنت حاسة إنه مو مهم أنسي. بتعرفي أنت أول مرة بلشت شك فيه؟ سهيل مو من هذا النوع. سهيل مو من هذا النوع؟ وليش بقى؟ لأنه أخلاقه ما بتسمح لي. الأخلاق ما لها علاقة بهذا الشيء. الأخلاق إنه الواحد ما يغش، ما يسرق، بس بالحب ما في شيء اسمه أخلاق. ما بعرف شو بدي أقولك. هلا أنت ليش بتعدي الأمور؟ إذا سهيل بطل يحبني ما في شيء بالعالم بيخليه يرجع يحبني، وأنت بتعرفي يعني ساعتها أخلاقه العاية مدري أخلاقه الواطية ما رح يكون إلها أي دور. هلا كل هالأفكار إجتك اليوم لأنه لهلا ما رجع على البيت؟ رجعته على البيت هي نتيجة مو سبب. هلا بتعرفي شو أكبر عيب فيكي؟ هاتي لشوف. إنه بتخترعي قصة وبتصدقيها وبتخترعي لها كمان أسباب المنطقية. بس يا حبيبتي بالأساس هي القصة مو واقعية. عن جد؟ إيه عن جد. يعني هلأ أنا كل شيء عم فكر فيه معقول يكون أوهام؟ أكيد. أنت عم تحكي هيك مشان تواسيني؟ لا أبداً. مبلا مشان تواسيني. حبيبتي هالة، أنت اليوم ما رح تفهمي علي شيء لأنه أعصابك متوترة. خدي لك حبة مهدئ وحاولي تنامي، بكرة بنحكي. طيب رح نام. آخرتي رح نام. جونيور ماستر شيف أستراليا على فوكس. قلك على شي بس ما تقولي لحدا. لمين بدي أقول؟ ندى، أنا خايفة جن. هلا ليش هيك عم تحكي؟ بتعرفي أنا كل يوم لما بيرجع سهيل على البيت بقعد بفتش بتيابه. على شو عم بتدوري؟ على أدلة. أدلة؟ أدلة شو؟ إنه عم بيخوني. ولقيتي شي؟ لا بس متأكدة إني رح لاقي. قلتلك إنه سهيل. سهيل واحد ما بيفهم، مثله مثل كل الرجال بشم الريحة وبيركض وراها. على فكرة هي حقيقة مؤكدة علميا. وطالما مؤكدة علميا يعني مفكر حاله بيفهم أكثر من كل الناس. ما قرأ ولا كتاب. كل شي بيعمله انه بيقعد بيسمع نشرات الاخبار شي 20 مرة بالنهار، وبيحكي دايما افكار غيره لانه ما في براسه ولا فكرة. وبيقعد بسرعني قديش التلفزيون شي مؤذي وبيخرب عقول الناس، مع انه بيقضي السبت والجمعة قاعد لزقان على الشاشة. والمس شي لما بيطلع منسى يربح المنسى.
مليون. لك لك بضل بجاوب على كل سؤال وبيقول لي شفتي؟ أنا بقول مسكين هذا الزلمة، عن جد مسكين. لك إذا شي مرة سألته عن رأيه بحدا؟ طبعا كل الناس ما بتفهم، كل الناس سخفة، كل الناس ناقصة ثقافة، وهو الوحيد اللي بيفهم. هلا مشان الله شو فايدة هالحكي هلا؟ بعرف ما في فايدة من هذا الحكي، بس بقول لحالي يعني بلكي إذا ضليتني أحكي هيك بقدر أكرهه، بلكي إذا كرهته بقدر أتركه. أنا كان لازم أول مرة عرفت إنه في وحدة تانية بحياته، كان لازم حملت حالي ومشيت، بس أنا قررت حارب، وأنا أصلاً مو من النسوان اللي بتعرف تحارب، أساساً ما عندي ولا سلاح. هلا مشان الله أجلي الحديث لبكرة. أنا بعرف تماماً إنه إذا رجع مثل الأول، رجع يحبني مثل ما أول ما تزوجنا، أنا أكيد رح أتركه. أكذب، ما رح أقدر أتركه. كيف بدي أتركه إذا أنا هلأ ما عم بقدر أتركه؟ بس رح سامحه، كذب طبعا رح سامحه، ليش أنا بقدر ما سامحه؟ أساسا هو ما رح يطلب مني سامحه. يا ربي يا ربي ندى، أنا رح أجل رح أجل مشاء الله. هلا أخذتي حبة المهدئ؟ هلا هلا بقوم باخذها. وانا بتذكر اني حطيته هون وقت كنت بدي انتحر. تنتحري؟ لا مو اليوم، اليوم حابة استناه وشوفه لما يرجع. ليك لقيته. ايه خدي خدي حبة واحدة. بتأمري ستي، حبة واحدة. المهم بدي اشوفه هو عم يكذب علي. أنا بعرف هلأ إنه هو مع وحدة تانية، بس حابة أشوف وش هو عم يكذب علي. ندى، أنت بتعرفي تكذبي مثله؟ كلياتنا إذا اضطرينا بنعرف نكذب. لا يا ستي، أنا وأنت ما بنعرف نكذب. الكذب مختص بالرجال، هن دايماً بيلاقوا مبررات لحتى يكذبوا. بس اللي ما عم بفهمه ليش؟ هلا شربتي الحبة؟ ايه شربتها. اليوم رح تعمل مفعولة بسرعة لاني ما اكلت شي. ليش ما اكلتي؟ ما بعرف، اليوم من الصبح معدتي عم تخبط. تخيلي يكون حامل، والله لتكون مفاجأة فظيعة لسهيل. قال هو جاي يقلي لازم ننفصل، انا بقول له اوبا انا حامل. معقول تكوني حامل؟ وليش مو معقول؟ لك صار لي 5 سنين نفسي ولاد، وهلا بس نيجي نتطلق بطلع حامل. هاي بسموها سخرية الأقدار. رحتي لعند دكتور؟ دخلك شو بتفرق؟ بتعرفي؟ خطرت لي فكرة. هاتي لشوف. رح أطلب تاكسي وإجي لعندك. هلأ؟ إيه؟ خليه شي مرة يجي على البيت وما يلاقيني فيه. قلتك شو بده يعمل؟ هلأ بدك تجي؟ إيه؟ ربع ساعة ما بطول. والله ماني قدران أعود لحالي. حبيبتي ايه طبعا يعني اذا بدك تعي، بس انا برايي طالما اختي حبت المهدئ نامي، وبكره الصبح بشوفك بنقعد بشي محل بحكي قد ما بدك. اي ما بعرف يعني، والله ماني عرفانه شيء. انا بعرف حبيبتي. هلا حاولي تنامي، واذا من هول ربع ساعه ما قدرتي حاكيني تليفون وانا بجي لعندك. اكيد بتجي. ايه إذا سهيل ما رجع بيجي. بتعرفي شو أصعب شيء؟ شو؟ اللحظات اللي بحس فيها إنه بعدنا مثل الأول. اليوم بالسهرة اتفقنا إنه نلتقى بالطريق، شفته وهو جاي من بعيد، ابتسم لي وبس قرب حط إيده على كتفي، وأنا مشيت تحت إيده
يعني مثل زمان، مثل ما كنا بالأول. أصعب شيء هي هاي اللحظات، بخاف كتير لأنه فكر إنه ما في شيء تغير. لكي أنا قلت لك إنه لما أجا من تونس بالصيف جيب لي أواعي كتير حلوين. أنا تفاجأت لأنه هو عادة ما بيشتري ثياب، كله طلعوا على مقاسي مثل الهبلة. الأول فرحت كتير، بس بعدين قلت لحالي، قلت يمكن عم بيحاول يعوضني، يعوضني عن الحب اللي راح. مدري حس بالذنب، بس برجع بفكر انه كلهم على مقاسي. يعني معناته هو يفكر فيي، بجوز يكون كمان اشتاق لي. ندى ما عم بعرف الحقيقة، ما عم بعرف الحقيقة. هلا أنا برأيي لازم تحكي معه بصراحة كمان. رح يكذب علي ويقول لي ما في شيء مثل ما أنت بتقولي. فإزا؟ ما في فإزا. أنا 5 سنين ما كنت شك بشي، عمري ما شكيت فيه، كنت وحدة هبلة وعشقانة. بس هلأ صرت شك، معناته في شيء تغير. قليلي جاوبيني ندى. لأنه لكي عمري قلت لك القصيدة اللي كتب لي إياها أول ما تعرفنا بعض. هلا صار لازم تنامي. بعد من الوردي يخضب على الوجنتين، تلك الشفاء وتلك العيون الخضراء. تتصوري إنه ما في أمل؟ صار لي ساعة ما ترجاكي تنامي هلا، وبكرة بتكوني هديتي وبنحكي أنا وأنتي على رواق. نعستك ما هيك؟ لا أبداً، أنا مشانك. أنت بس قولي لي، ما عاد في أمان؟ أنت بتعرفي أحسن مني. قلت لك ما بعرف شي. شكراً لأنك تحملتيني كل هذا الوقت. حبيبتي ما تحملتك ولا شي، بس أنا حاسة وأنت بهالحالة ما في فايدة من كل هالحكي. ليش بكرة رح يكون في فايدة؟ نحاول. ايه وشو بده يطلع معنا؟ منشوف. معناتها منحكي بكره. شو قالت؟ قالت انك كتبت لها قصيدة شعر. كنت اكتب شعر بزمان. سألت بعدها إذا في أمل. وإنتي؟ أنا قلت لها بكرة منحكي. أنا بكرة بحكي لك كل شيء. صار لازم تعرف، المخلوقة رح تجن. خلص بكرة. إذا قلت أنا ماشي. شو بكرة؟ مثل العادة. بوريا أرماني،
شو قلتي؟ ريحتك عطر ندى، كل ما بترجع بتكون ريحتك امبوري ارماني. ما بتخلص حكاياتنا